عندي البطارية. وبلغتوا البوليس ولا لا؟ انا ضربته بالشلوت في دماغه. عارفه يا ماما نونا ده كان لابس قناع ومغطي وشه كله. لوان، ايه يا اختي اللي حصل؟ ما تخافيش يا ماما، ده حرامي وانا عارفه كويس قوي هو جاي منين، والبوليس دلوقتي جاي يا اختي. اهو جه، يلا يا هشام افتح له بسرعه. حاضر يا ماما. يا ساتر يا رب، يا ساتر. فوق يا حرامي. يا لهوي، ده ابراهيم. ابراهيم مين يا ماما؟ انت تعرفيه؟ ابراهيم ابن حماده. واد يا ابراهيم، ايه اللي جابك هنا؟